جزء لا يتجزأ من أرض هذا الوطن. وتشوف هنا بقى إيه طريقة التفكير المستمرة في إزاي إحنا بنعمل الحاجة أحلى، فنتنافس مع بعضنا البعض كجامعات على سبيل المثال ومؤسسات بحثية، ونتنافس مع نفسنا. فتيجي جامعة طنطا تعمل إيه؟ تطبق مبادرة تحضر للأخضر. تحضر مش معناها هنا prepare yourself، تحضر be civilized. الله، في تلاقي في سكوتر كهرباء جوه جامعة طنطا، اهو 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 هو ده. ما تجيبش الماركة قوي كده الا لو كانت من بتاعتنا يعني. فيبقى ده التنقل. دكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. اخشى ما اخشاه ان السكوتر يخلي الولاد يبطلوا يلعبوا رياضة يا دكتور علاء. لا يا فندم، احنا بالعكس احنا بنعزز النشاط البدني واستخدام النشاط البدني، وبنحاول نبعد عن استخدام السيارات او التاكسي او السيارات الخاصة يعني بمعنى صح، او التاكسي او اي مواصلة تانية، وبنعزز وبندعم ان اولادنا اللي احنا دايما بندور ازاي نوجههم للنشاط البدني والنشاط الحركي. حاجة حلوة نفس الوقت صراحة. يعني زي ما حضرتك اضفت دلوقتي، احنا بندعم كافة المبادرات اللي بيوجهنا لها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده كان توجه من رئيس الجامعة الدكتور محمود زكي، بان كل كلية تماما زي ما حضرتك قلت بتبحث على انها تفكر خارج الصندوق، ازاي نقدم خدمة للطلاب، وان احنا ازاي نغير شكل الكلية لبيئة صحية بعيدا عن اي تلوث او ما شابه ذلك، ونحولها لبيئة صحية رياضية. حلو. الموضوع ده يعني شهد اقبال من الطلبة والطالبات هناك في الجامعة؟ هل هو مطبق في ربوع الجامعة بالكامل ولا في كلية التربية الرياضية بس بروتوتايب كده اولي يعني؟ احنا بالظبط ده اللي حضرتك عملناه، ان احنا ضمن معايير التميز المؤسسي اللي احنا زي ما قلت لحضرتك في تنافس كبير جدا بتوجهات معالي رئيس الجامعه، ان احنا نتنافس مع بعض ككليات ومع الجامعات الاخرى. احد معايير التميز المؤسسي ان احنا بنطرح الفكره او المبادره وبنبقى نشوف مدى تاثيرها، وبيكون ده التطبيق بتاعها تطبيق تجريبي، وده اللي احنا عملناه فعلا زي ما حضرتك شايف يمكن في الصور وفي الفيديو، ان احنا عملنا ده تجريبي مع الشركة المتخصصة دي، وبدأنا نشوف عملنا استبيان الكتروني لمجموعة من الطلاب البنين والبنات، وبنشوف التأثير بتاعهم ايه، التوجه لاستخدام السكوتر ده او الدراجة نفسها، لان في سكوتر ودراجة نقدر نستخدم الاثنين، واحنا عاملين ده في الجامعة يعني في اوريدي في طريق مخصص للدراجات او للسكوترز ده، طب احنا اللي باقي عندنا ان احنا نستخدم ده. الباقي ان انا اغير ثقافه الطلاب بتوعي، ان انا زي ما ببحث على اسعاد المتعاملين كطلاب او من خارج الجامعه خريجين او كذا، انا عايز اطبق ده ما يكونش رسم على الارض بس، انا عايز افعله فعلا. طيب فاحنا عملنا بس فعلاً. كمان انا بستخدم اللين دي او الحاره دي للدراجات بتاعتنا، الدراجه الهوائيه اللي احنا بنبدل بيها، احنا برضه تربية رياضية. بالظبط. وانا كمان عايز ابعد عن حتة ان انا يبقى في دراجة بتستخدم ببتري او باي حاجة، لا انا عايز استخدمها بالطالب برجليه، يعني يبقى في اداء بدني. السكوترز ده بينمي قدرات الاتزان والتوافق العضلي العصبي وهكذا، فانا ببحث بان انا مش بس اتحضر للاخضر وان البيئة الصحية كمان، لا انا كمان بحاول يعني نواجه امراض قلة الحركة، وده المستهدف الطبيعي لنا ككلية التربية الرياضية. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور علاء، كل الشكر دكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا.